الأستاذ عمر عبد العزيز اللي حرص على إنه يعمل معنا مداخلة. مساء الخير يا صديقي عمر. بيك يا باشمهندس والأستاذ إبراهيم، أهلا بيك. شاشتنا طبعا. أهلا بيك يا أستاذ عمر، ووحشنا وبالتأكيد هنشوفك بكرة. أنت مش كنت في الجنة أنت ومحمد العدل؟ جيتوا إمتى؟ الرحلة لسه واصل حالا تقريبا من ربع ساعة عشان كنت في مهرجان الجنة السينمائي. الجونة السينمائي وبكره الفينال بتاع المهرجان، اعتذرت عن حضور المهرجان لان نداء النادي الاهلي اقوى بكثير. هو ده النادي الاهلي وهو ده عمر عبد العزيز. محمد العدل جه معاك؟ وصل. وحبيبك محمد ياسين لسه قافل معايا قبل البرنامج، اكد لي انه هيجي، حتى عنده حاجه في النص كده هيمشي ويرجع تاني على النادي الاهلي، ويقول لك ده الاهلي ولايحته، احنا مين يتاخر؟ استاذ عمر، استاذ عمر، وانت راجل سينمائي كبير تسيب ختام المهرجان انت والاستاذ محمد العدل وتيجوا عشان الجمعيه العموميه، ولما اقول لك انه الاهلاوي الجميل عزت سيدهم جاي من الكويت بيقول لي انا هوصل بكره الطياره الساعه 6 الصبح والعوده الساعه 11، قال لي انا هقعد في القاهره 5 ساعات هقضيهم في النادي فقط. جه مخصوص للايحه؟ جاي للايحه عشان يصوت ويمشي. والحاج محمد عبد الوهاب والحاج بتاع السعوديه. الحاج عبد الوهاب جاي من السعوديه. ايه الوعي ده؟ ايه الوعي وايه الارتباط ده تفسره بيه يا استاذ عمر؟ النادي الاهلي ده شيء خاص جدا في حياتنا، بيتنا الكبير، اتربينا فيه، شفنا يعني خدنا المثل العليا من الكباتن اللي رحلوا عننا. النادي الاهلي من الحاجات القليله قوي اللي صح جدا، فنرجو الحفاظ على الصح ده لان في هدف لهدم هذا الكيان. ايوه اللي ماشي صح قوي، لهدم هذه الثوابت اللي مجنناهم، مش البطولات يا عمر. احنا بنختلف كثيرا داخل جدران النادي الاهلي ولكننا صوت واحد. على راي كريم كريم عبد العزيز نحن نختلف عن الاخر. طبعا هيجي معاك بكره ولا لا؟ هكلمه، لازم، انا عارف انه بيصور بس هكلمه. لا يجي لنا شويه، ده وحشنا. اخويا الكبير محمد عبد العزيز، كل عيلة عبد العزيز ومحمد ياسين والعيله كلها. ما انا عارف انتوا فرع مليان فن. تتوقع بكره مطلوب 12,000 ونص يا استاذ عمر، تتوقع ايه؟ هنعدي بكره ال 35,000. ال 35 ان شاء الله. طيب. ان شاء الله. وما اتفقتش مع احمد السعداني؟ اولا كنا عايزين نطمن على فناننا الكبير، ويا ريت احمد يجي لنا بكره شويه، انا عارف يعني مشاغله رخم. ده انا هتصل بيه برضه ونطمن على اخونا الكبير صلاح السعداني ان شاء الله، وحسن الرداد وايمي ودنيا احنا كده. ده هو للاسف في ناس كتير في مهرجان الجونه، انما اللي موجود بقى يجي. طبعا طبعا يجي، ده يوم تاريخي يعني. جاي قبل الصلاه ولا بعد الصلاه يا فنان؟ لا بعد الصلاه على طول بامر الله. يكون بعد الصلاه ان شاء الله. بس هتقعد معايا بقى للاخر باذن الله. ده انا هجيب البيجامه قاعدين. وحشنا، ونطمن عليك بكره ان شاء الله يا استاذ عمر. تحياتنا للجميع. بارك لكم وبنجاح دايما يا استاذ. شكرا جزيلا للمخرج الكبير الاستاذ عمر عبد العزيز، واحد من محبي النادي الاهلي بعمق. ده عيلة ايه؟